ومباشرة بعد تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، خرج المئات من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر رفضا لهذه الخطوة. حشود غاضبة في شوارع العاصمة، تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد استفزه. منذ أسابيع يرفعون شعارات تطالب برحيل بن صالح مع شخصية أخرى محسوبة على نظام بوتفليقة، لكن بن صالح لا يرحل، بل أصبح رئيسا للدولة يسير شؤونها ولو مؤقتا. سيشرف هو والحكومة الموروثة عن بوتفليقة على تنظيم انتخابات رئاسية يخشى المعترضون أن تكون على المقاس. ما يرفضه الشعب الجزائري هو تبعات المادة 102، من بينها أن بن صالح هو يترأس الدولة في فترة وجيزة لا يكون فيها يعني وقت كافي لتنظيم أطر انتخابية شفافة. هو رمز من رموز النظام السياسي الحالي، وبالتالي هو مرفوض لأن من أفسد لا يمكنه الإصلاح. وبالتالي أنه بما أن ضمننا أنه ذهاب الرئيس حدث في إطار دستوري، حدث في سلمية وليس في همجية، أظن أنه حان الوقت أنه يعني كل من بن صالح وبالعيد وبدوي لبوا إرادة الشعب من خلال الاستقالة. طلبة غاضبون في الشوارع. الشرطة هذه المرة لم تكتفي بالمشاهدة، بخراطيم المياه رشتهم. اليوم تنصيب بن صالح كرئيس للدولة هو يعني يؤجج الشارع أكثر ويعطي دافع كثير للشارع الجزائري للضغط، ويعني هذه الجماعة اللي متعنتة بتمسك في المنصب يعني ما عليها إلا الاستسلام يعني الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري لن يتراجع، لأنه قرر منذ 22 ولن يعود إلى يعني المواطنين لن يعودوا إلى منازلهم إلا بذهاب كل يعني هذه الزمر البوتفليقية. خرج الطلبة في ساحات العاصمة، وفي مدن أخرى خرج الغاضبون. احتجاجات الأسابيع الماضية أسقطت الرئيس، لكن شبحه ما زال يخيم على البلاد. رموز المرحلة البوتفليقية ما زالت تتصدر الصفوف الأمامية للمشهد السياسي، وهنا ينتظر الغاضبون في الشوارع قولا فصلا من الجيش، وهو من تعهد مرارا وتكرارا بالوقوف إلى جانب الشعب. إن لم يفعل فالجمعة ستكون للخروج الكبير. مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر، خرج المئات في تظاهرات هنا في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر.